احنا موجودين اليوم هنا في مقر الحاج جاوي الشغل بالظرف باش نساندوا اهالينا وجوديبان اهالينا في سيدي بوزيد. عمليا كيفاش نجموا نساندوه؟ اذا كان ثم مقترحات ندرسوها ونعرضوها على المكتب التنفيذي. ما هيش عندي حرات هذه الحجرون اللي تقولوها، لان بالارواح تاع الاجسام تاع المعطلين عن العمل في سيدي بوزيد احنا اليوم مجتمعين واحنا اليوم ننهضوا. اذا هما كرتوشه حاقه للنظام، 7 سنوات بطاله، 8 10 المصروف يتهرس، و30 سنه والاب مازال يصرف، 35 سنه والاب مازال يصرف، الى متى؟ انفجر الانسان هذايا الميت، انفجر وكانكم ما انفجرتوش انتم. الشغل استحقاق يا عصابه كسرات، حق 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 الشغل استحقاق يا عصابه كسرات، كلام وطني شغل سيء. والعملية هذه تمت في عدة جهات وما زالت ربما كنقابيين معناها حاسين في صدارة الأحداث. هاو زادة مرة واحنا تنطلق من سيدي بوزيد بصفة تلقائية ونلقى روحنا احنا الجراء في جرة الحدث. هذا نتيجة القراءات المغلوطة وعدم الالتزام بفهم حقيقي للسياسة الاقتصادية للمجتمع. ثم حاجة شكرا لكم، ظهرت الانتحار هذه ظاهرة ماهيش متاعنا، ماهوش مخزوننا الثقافي ولا العقائدي، احنا ممنوع علينا ممنوع، حرام باش واحد يحتل روحه. ظاهرة القتل هذه الانتحار هي ظاهرة يأس وطوق، عندما الفرد يحس روحه الدنيا ظلمة من كل شيرات يلتجي للانتحار. الانتحار هو علم معناه فشل في كل الحلول ورؤية ظلمية وماذا مش أفق متاع ظلم. أنه لاحظت أنه كل وانتاقة حاجة إلا وتعالج بقمع ومحاصرة وتخويف وترهيب. هل هذا هو الحل اللي بيشي يحل المشاكل؟ يبين للرأي العام اللي هو قال يحل المشاكل، في الحقيقة ما هيش باش تحل المشاكل، والمشاكل مازال مش تترك، والوضع مازال مش معناها باش يزيد سوء على سوء. معروف نقابة أساسية للتعليم الثانوي في سيدي علي بن عون في بوزيد. الملاحظة الأساسية أنه الانتفاضة الجياع هذه في سيدي بوزيد هي انتفاضة عفوية ولا دخل لأي جمعية أو منظمة أو حزب فيها.
وهذه معناها من خلال متابعتي انا غاديكا وديما نحضر في مقر الاتحاد الجهوي بسيدي بوزيد. الواقع اللي صار بعد انتفاضة الرديف وتبناها من طرف الاخ عدنان الحاجي اللي هو نقاد وتسليط سيف التجريد عليه وهو لحد الان مازال يعاني، دونك الناس النقابيين ولا ثم خوف من تبني اي حراك اجتماعي او احتجاج اجتماعي خوفا من سيف التجريد. وحتى لجنة المتابعة، لجنة المتابعة إذا لاحظتوا هي لجنة كلهم نقابيين لكن صفتهم داخل اللجنة صفة غير نقابية. علي الزارعي عضو مكتب تنفيذي جهوي وكاتب عام نقابة التعليم الثانوي وزميلنا مناضل ولكنه دخل اللجنة بصفة عضو في منظمة العمل الدولية. العفو الدولية. لا لا العمل الدولية، منظمة العمل الدولية. إذا الوضعية انه انا نصور ومن خلال نقاشات مطولة داخل الاتحاد في سيدي بوزيد وثم معركة كبيرة في الاتحاد في سيدي بوزيد وجاء الاخر ابو زريبة ومنعوه النقابيون من انه يتكلم امامهم ويوم 21/11/2010 سميناه يوم القطع مع البيروقراطية لانه الملفات المطروحة الان امام الجياع والناس اللي وصلت تحترق لتحتج راهو ذي مستوى يعني يتناقض تماما مع عروبتنا مع اسلامنا مع هويتنا مع تاريخنا. ما عندناش في تاريخنا واحد يحتج عن طريق انه يحرق روحه او يرمي روحه من فوق ركات ريال ميتاج ولا قديش. معناها ثم يأس واحباط الى درجه انه صارت الوسيله الوحيده للاحتجاج هي الاحتراق، وهذا تراكم بالنسبه لنا احنا النقابيين في سيدي بوزيد سواء كان لقاء نقابي ديمقراطي او معارضه نقابيه او نقابيين احرار او اي اسم. الناس هذوما يعتبروا انه الاتحاد في هي مكتب التنفيذي الوطني وكذا تنازل على جمله كبيره من القضايا والتمشي بتاع السلم الاجتماعي المفاوضات 3 سنين وسكر الملفات وسيب بعد زياده الاسعار كل امور هذه انسحاب الاتحاد من قضايا شغالين مساله التفويت في القطاع العمومي قطاع خاص ماهوش مهيكل في نقابات الكل. اذا الوضعيه دي الكل هي اللي جابت التراكمات هذه وخلات الناس شو معناها الناس عندها شهادات جامعيه معطلين على العمل ويمشوا نحو الاحتراق. الاتحاد عاجز الان انه يتبنى الحراك الاجتماعي بسبب معناها مجموعه من الناس كل نعرفوها فهمتني. اذا في سيدي بوزيد اللي قاعد يصير سواء كان في المكنسي او في الرقيق او في سيدي علي بن عون او في منزل بوزيان هو حراك اجتماعي عفوي. الناس تحت ضغط النقمه تحت ضغط الفقر. وانا يوسفني انا غاديك غادي يقولوا لي ديما انتم في بنزرت وفي الساحل مدبرينها، يا ودي رانا كنا ماكلين العصا، يا ودي سايب عليك ما تقولش راه بنزرتيه مدبرينها ولا سواحليه مدبرينها، الناس كل ماكل العصا. حريه كرامه